انا حاسس ان دلوقتي كل المشاهدين منتظرين الموضوع بتاع الكورونا ده، لان خد حيز، مش حيز في مصر ولا حيز في ده، في حيز العالم عالمي. هي كمان يعني الدول الاوروبيه قفلت وهنا في احترازات جامده طبعا. هي الكورونا طبعا حضرتك مع وجود امراض اخرى بتبقى مشكله، يعني مثلا في وجود مرض زي الضغط مش مشكله خالص على فكره، يعني المرضى اللي عندهم ضغط دول مش لا يمثلون خطوره لو جالهم كورونا. اللي يمثل خطوره السكر مثلا، الفشل الكلوي، الفشل الكبدي، مرضى بياخدوا أدوية بتقلل المناعة، مرضى بياخدوا كورتيزون دائم، هو دي الحاجات، يعني دي بعض الحاجات اللي احنا قلنا عليها. تمام. مرضى عندهم فشل تنفسي أو عندهم مثلا بنسميها إيه، الكحة المزمنة دي، لها التهاب شعبي مزمن، ودي مع الناس اللي بيشربوا سجاير أو بيشربوا دخان أو بيشربوا يعني النرجيلة اللي هي اللي اسمها إيه، شيشة. الشيشة طبعا مش اللي هو بياخدوها يعني كده تفاريح، لا ده اللي هي بتبقى يعني مؤثرة على وظائف التنفس. تمام. واخد بالك حضرتك؟ فدول يخلي بالهم شوية.